بالتالي امبارح فوز مهم جدا في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري. كان ناقص لك 7 مباريات، كسبت المباراه الثانيه على التوالي بعد فوز على النادي المصري، فبالتالي ناقص لك 6 مباريات مهمين قوي. المباراه الجايه هتكون مع فريق النجوم، ومناسبه مباراه النجوم بشكل رسمي خلاص الميعاد بتاعها اتقدم شويه، كانت المفروض 8:15، دلوقتي خلاص بعد قرار رسمي اتحاد كره القدم ولجنه المسابقات ان المباراه هتكون في تمام الساعه 7 مساء. هم متذكرين اسباب في الحقيقه في القرار، لكن يعني في اعتقادنا الشخصي او اعتقاد كل المتابعين ان ده هيكون بسبب مباراه الزمالك والنجم الساحلي في بطوله الكونفدراليه، واللي هتكون بالتحديد في تمام الساعه 9 مساء يوم الاحد ايضا، فعشان يكون في فرصه للجمهور المصري بشكل عام ان هو يتابع المباراتين، مباراه للنادي الاهلي اكيد الناس كلها بتتابعها، مباراه كمان لنادي الزمالك في بطوله الكونفدراليه الافريقيه اكيد الناس كلها بتتابعها، خصوصا هي مباراه حاسمه، ونتمنى بكل تاكيد كل التوفيق لنادي الزمالك الممثل المصري في بطولة الكونفدرالية.